أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة. أشار المستشار صقر إلى أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري. للمزيد ينضم إلينا المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أهلا بحضرتك معنا، ومن وجهة نظرك ما الملفات التي لها أهمية قصوى في مجابهة التحديات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو أهم ملف دلوقتي أعتقد أن الحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية الجديدة اللي سيتم تعيينها هتكون شأنها وهمها الأكبر والتحدي الأكبر هو الملف الاقتصادي داخل الدولة المصرية. لأن الملف الاقتصادي وإحنا بنتكلم عليه، إحنا بنتكلم عن تضخم وارتفاع أسعار، بنتكلم عن كل مشاكل المواطن المصري البسيطة اللي بيقابلها في التعليم، بيقابلها في الصحة، بيقابلها في حياته اليومية. وبالتالي الملف الاقتصادي هو أهم ملف، وتضخم الأسعار مهم جدا، ولازم المواطن المصري يشعر بهذا التحسن، وده اللي بيأمله في الحكومة الجديدة. وبالتالي كانت مطالبنا في الفترة السابقة أن تكون حكومة ذات خبرات اقتصادية، حكومة عندها حلول خارج الصندوق، حكومة تقدر الفترة القادمة في وقت قصير جدا تقدر تعمل طفرة عشان تكمل فكرة السيد الرئيس ومشروع حياة كريمة. إذا كنا بنتكلم على حياة كريمة للمواطن المصري، فالنهاردة إنه الأسعار تبقى معقولة ومتداول إليه، رفع الدخول للأفراد، تداول السلع وجودها دائما موجود بين إيد المواطن بسعر كويس، كل هذه الأمور بتجعل ارتياح في الشارع المصري ولدى المواطن المصري، وبالتالي بتنعكس على الحياة في مصر وعلى الأمن القومي الوطني المصري، وبتنعكس على أن المواطن المصري دايما بيحافظ على وطنه وعلى بلده وبيتحمل الكثير من أجل هذا، وبالتالي يشعر أن الدولة بتحميه وأن الدولة عاملة له حماية اجتماعية وحماية اقتصادية، والدولة بتدور عليه وحريصة على أنها تحقق له كل مطالبه في ظل الظروف الصعبة وفي ظل التحديات الإقليمية الصعبة اللي موجودة في المنطقة. لانه المشاكل الاقتصاديه اللي موجوده داخل الدوله المصريه ما هياش نابعه من الدوله المصريه، هي مشاكل فرضت علينا وفرضت علينا بالنزاعات والحروب الموجوده في الاقليم. النهارده قناه السويس دخلها اتاثر فوق ال 70% نتيجه الهجمات الحوثيه في البحر الاحمر، السياحه اتاثرت في مصر، كل هذه الامور بتؤدي الى مشكله في داخل الدوله المصريه، وبيبقى في ضغوط على المواطن المصري وضغوط على الحكومه، وبالتالي المواطن بيئن. عشان كده الحكومه اللي جايه عندها تحدي صعب جدا حقيقي، حظها مش كويس قوي لانها جايه في ظروف كلها ضد التيار، وبالتالي عليها انها تجد حلول خارج الصندوق، تجد حلول فعاله وسريعه يشعر بها المواطن المصري. المجموعه الاقتصاديه اللي الحكومه النهارده رئيس الوزراء هو بيشكل الحكومة، وهذا هدف فكره الحوار الوطني، ايجاد حلول خارج الصندوق. برايك كيف يمكن تفعيل مخرجات الحوار الوطني ليحقق نتائج ترضي الشعب المصري؟ طبعا احنا منتظرين، طبعا الحوار الوطني منتظر فور اعلان التشكيله الجديد واداء اليمين الدستوري عشان يقدر يعاود طرح تساؤلاته وتنسيقاته اللي تمت في الفتره السابقه وما تم تنفيذه من التوصيات خلال المرحله الاولى من الحوار الوطني. في هذا الاطار هناك توصيات كثيره مجلس الامناء قدمها عاجله للحكومه، الحكومه الجديده، ويطلب بتنفيذها، منها مشاريع قوانين وليها علاقه بالمحليات والمحليات الشعبيه المحليه، يعني انا بتكلم برضو عن خدمات للمواطن المصري. اي مطلب تم طلبه داخل الحوار الوطني من المشاركين سواء احزاب سياسيه او قيادات، كل ده ليه علاقه بالمواطن المصري. النهارده لما بنتكلم على مجالس شعبيه ومحليه، يعني انا بتكلم على خدمات بتقدم للمواطن المصري عن طريق المجلس الشعبي والمحلي. اما بنتكلم عن انتخابات مجلسي الشعب والشيوخ، بنتكلم عن ضمانه للمواطن المصري عشان هو بينتخب يقدر عنده قدره ان هو يميز بين ناخب بين مرشح ومرشح، يقدر يبقى عنده سهوله في الاختيار، يقدر يبقى متفاهم العمليه الانتخابيه ماشيه ازاي. فاذا كل اللي بنطالب بيه في الحوار الوطني بانعكاسه كله بيبقى جاي على المواطن المصري. كمان الحاجات اللي بنطلبها في الحمايه الاجتماعيه، الحبس الاحتياطي، برضه كل ده احنا بنطلب بدائل للحبس الاحتياطي، كل هذه الامور الحوار الوطني طرحها في المرحله الاولى،
وتقدم بها للحكومه، وبما انه كان هناك تنسيق مع رئيس الوزراء السابق والحالي دكتور مدبولي، وبالتالي الامور هتبقى اكثر سهوله لانه الملفات عنده والتوصيات عنده، وما يحتاج الى مشروع قانون يتم طرحه على طرح الحكومه على المجلس علشان على مجلسي الشعب وشنو عشان يقدروا يناقشوا ويطلعوا بيه قانون. اما اذا كان هناك قرارات السيد الرئيس تعهد بتنفيذها، وبالتالي اصبح الحوار الوطني هو منصه حواريه وطنيه بتلبي احتياجات الشارع المصري، هي حلقه الوصل ما بين الشعب وما بين مطالب الشعب وما بين الوزارات والحكومه او الحكومه الموجوده داخل الدوله المصريه، هي حلقه الوصل وصوت ونبض الشارع المصري، وبالتالي كده قدرنا نحقق او نملى الفجوه الموجوده الفراغ الموجود ما بين الشارع والواقع على الارض وما بين الجهات الحكوميه، فبقت الامور اكثر يسر وسهوله. والحوار الوطني زي ما حضرتك عارفه انه ما فيهوش خطوط حمراء، كل الامور مفتوحه فيما يتعلق بحفظ الامن والامن القومي المصري وسلامه الدوله المصريه وامنها. غير هذا ما فيش خطوط حمراء في كل المواضيع في كل النقاشات وفقا لضوابط الحوار الوطني. وبالتالي احنا شايفين ان الحوار الوطني النهارده الحكومه الجديده هتكمل ما تم في المرحله الاولى وتنفذه، وهتتلقى مننا المرحله الثانيه اللي ان شاء الله ستعقد خلال الاسابيع القادمه زي ما وعد رئيس مجلس الامناء، وده هيؤدي في النهايه الى انعكاسه على المواطن المصري، لان همنا وشغلنا الشاغل في النهايه هو المواطن المصري واراحه المواطن المصري. موضوع صعب، في تحديات مش زرار هندوس عليه، ده محتاج شغل وعمل وجهد وصبر ومحتاج تحمل، وانا اعتقد ان الشعب المصري التجارب اللي عاشها والثورات اللي عاشها 30 يونيو كل هذه الامور والسنه الكثيفه اللي عاشها جعلت الشعب المصري والمواطن المصري لديه وعي سياسي ووعي يفوق تصوراته، والتجارب اثبتت ده ان وقت الشده بيتوقف وبيقدر يحدد مصيره ومصير دولته. المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، اشكرك شكرا جزيلا.